تعرف الأوصاف تواهم برب ان شاء الله ان شاء نديروا الله اللازم ان شاء الله ان شاء الله ونرجعوا لك رزقك ان شاء ان شاء الله الله ان شاء ما الله تحيرش روحك الحاج. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ورزقك الحمد لله ها ورجع. الحمد لله يا ربي. والحمد لله يا ربي. قعدتوا معنا حتى للتسعة نتاع الليل ودبرت في اللي ثم زريبه وحملتوا معايا وما خديتنا هذه الحاج بلا مزيتنا في محضر في الجبال ورزقك رجع لك الدنيا وما فيها ونشكر الحمد لله يا رب كل الامن اللي راه داير بينا وكل تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من استرجاع 145 رأس من الماشية ذات سلالة محلية وتوقيف شخصين مشتبه فيهما. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 6 جويلية 2023 في حدود الساعة 2:30 بعد الزوال. تلقت الفرق الإقليمية للدرك الوطني بالرصفة بلاغ من أحد المواطنين بتعرضه لسرقة قطيع من الأغنام بعد الاعتداء عليه بالعنف من طرف 4 أشخاص يجهلوا هويتهم. قاموا بتكبيل يديه ورجليه مع وضع قطعة قماش على عينه وجره إلى مكان بعيد عن الأنظار وتقييده في جذع شجرة. على الفور تم تفعيل مخطط السدود والدوريات من أجل سد جميع المنافذ التي من المحتمل أن يسلكها المشتبه فيهم مع تنشيط عنصر الاستعلامات والتنقل على جناح السرعة إلى مكان وقوع السرقة وتمشيط الأماكن المحاذية لمكان وقوع الجريمة أين تم مشاهدة قطيع الأغنام المسروقة يسوقها 4 أشخاص. توجهنا مباشرة إليهم حين مشاهدتهم لنا لذوا بالفرار وسط الأحراج. تم استرجاع قطيع المواشي المقدر ب 145 رأس من الماشية ذات سلالة محلية. استغلالا للمعلومات مفادها رصد المشتبه فيهم على متن سيارة نوع بيجو 404 حمراء وبيضاء اللون متجهة إلى بلدية القصبات ولاية باتنا. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم التنقل خارج إقليم الاختصاص إلى بلدية القصبات ولاية باتنا ليتم توقيف أحد أفراد العصابة وكذا سائق السيارة. تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين والمال الذي أمر بإيداعهما مؤسسة إعادة التربية. المهم أنا سارح هنا في الغابة سارح وجويه ل 12 غراج وهما جاو طالين عليا في زوج، جاو طالين عليا في زوج، جاو هابطين مع الطريق
بايع لي واحد هكذا، بايع لي واحد هكذا. من بعد انا خمنت قلت له هذا اللي يدور في القايل هذا واش يعني واش كاين هذا، راه راه يدور هذا لا ما لا ولا خمنت في راسي انا. هو من بعد وثيك راه بدا يضرب يكشف لي في الجو بان لي كش ما كاين عبد ما كانش كما تكلم واحد قال لي انا راني عندي كارطه في الدوله، عندي كارطه في الدوله نخدم في الدوله هاي. وهلاتي اللي تفيا هكذا بالهضره هاي. ومن بعد اللي تكلم واحد قال لي هذا وبي وعنده شيه، عنده واحد 40 نجا وراه يسلك 11 مليون انطريط ووكل فيها غير الشياه، والاخر وثاني تك راه يلعب لي في يضرب لي في الحوم ورايا، ولا انت يهدر معايا هكذا والاخر صوت حكمني حكمني على مني حكمني قالوا هات الموس، قالوا هات الموس. ومن بعد الاخر قالوا بلا خو نقتلوه بالسلاح ما كان نضرب ما كان نذبحوه، ولا الاخر جبد السبته هذه كتف لي بها كرعيه واي وصاحبه عيط عمر 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 عيط الكمين ولا خرجة جاب شفتهم داير شاش، جابتهم داير شاش واحد شاش كحل على وجهه الحق عطاهم الشاش درق وعطاهم الشاش قطع منه حكذا كتانا قدر دكالي بفمي. وهالسبت هذي مديرها في ساكودو هذي بالذات هذي البوند هذي هذي نحالي له وثالي على فمي وجا نحالي وهذاك الشاش داروا لي على عينيا وهزوني هزوني جا واحد 30 متر 40 متر خطوني على الطريق مره درقوني لحوني في واحد العشوش هكذا درقوني حسنوا عليا مليح طلع لي الجيب لقى غير البورطابل داه هذه في مليانه ما سيحوها وشربوا اللي بقى سيحوه وراحوا ساكوا الغلم وراحوا. بقيت انا ثم ولينا خي دهمنا الجبل ولا عيطوا للدوله يا خي جاوا الدرق جبينا من هنا نقد الدارك والمواطنين الشعب يكثر خيرهم. لقيت الدنيا قائمة، واحد مسكين راح له الكارتير تاع الزيت واحد ما عندي ما نحكي لك يعني قائمين رومان شديد. حوسنا ولقيناها جوية الخمسة تاع العشاء والله مازال ما لحقتش الخمسة قبل الخمسة كشوها عندك وين بعيدة. والله لا الحمد لله يا ربي وكثر خيركم وكثر خير الأمن وكثر خير الشعب ونستكثروا خيرهم أو من صالح باي أو من عين مان أو من عين زال أو من كل بلاصة من بوطالب يكثر خيرهم كي هما كي الأمن كي كل الحمد لله يا رب. يعني هذو الناس اللي راهم يسرقوا ما هداهمش ربي، يعني الناس راهي تتعب. واحد انا كما راني نجيب راني في ال 45 سنه وانا هنا مسفر مع هذا المال 45 سنه، واحد يمشي حفيان ويظل الشر، واحد يجي يعني يحل الزريب ويدي مال الناس ويروح، هاو عيب هاو شي عيب. وكي تلحق للمحكمه هذيك انا نحكت انا رقمي تلحق للمحكمه لقيتهم كتفين وقال لي او الشيخ اسمح لنا انا راني غلط. يا ولا بن عمي جاي لي تغلط لا هذوك مربوط من دينك تقول لي انا اسمح لي انا غلط. وكنت حاط لي الموس يعني ما حسيتش ما حسيتش قال لك انا غروني وداروها لي. ما يغرك ما يغرك حتى واحد اسمه محمد ما يغركش ما يغركش باش تجي تحل انت المعلم مال الناس وتديه وتروح وتقول لي انا اسمح لي اسمح لي واش اسمح لك انا.